انا ونايم بالبيت على الخمسة الا ربع بسمع الباب البيت عم بيرج. هيدا قالوا بالعادة يرج وقت يكون في هوا، مع انه ما في هوا هلا والرج زيته ومستمر. انا قلت اكيد في قصف، يعني قمت وعطيت دينتي صرت اسمع القصف ومستمر لوقت. يعني مع الاسف انه لبنان عم يتعرض لحرب ما قالوا فيها. أنا بطلب إنه من كل الدول إنه يتدخلوا لحتى يحلوا هالموضوع بالمنطقة، بالشرق الأوسط كله، في بين لبنان وفلسطين نرتاح، لأنه الحرب حرام، صار لها 11 شهر كتير هالقد، الناس كلها تعبت وفي كتير يعني شيء مش مقبول.